بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجبهة هي من أبرز الأماكن عرضة للبثور وحبوب الشباب، والتي تقع ضمن منطقة الوجه التي تتكون من الجبين والأنف والذقن. هذه المنطقة لديها الغدد الدهنية التي تفرز الزهم من خلال المسام. عندما يتم إنتاج هذا الزهم الزائد، فإنه يؤدي إلى انسداد المسام. انسداد المسام بدوره يؤدي إلى مزيد من نمو البكتيريا، وبالتالي تجد البثور والحبوب مناخا نموذجيا لنمويها بغض النظر عن الغدد الدهنية. الوصفة لنهار اليوم هي لحبوب الجبهة. نحتاج لملعقة شاي وسط من الترمس المر عند العطار، اشتريه مطحون يكون أفضل، لأن طحنه في البيت يكون صعب نوعا ما. ترمس مر مطحون يمكنك تعويضه بدقيق الحمص المطحون. نأخذ قلت ملعقة شاي تكون وسط فقط للجبهة، الوصفة فقط للجبهة، ملعقة شاي وسط، ونضع عليها ملعقة شاي من عصير الليمون. صاحبات البشرة الحساسة يمكنهم استبدال عصير الليمون بالحليب. نأخذ ملعقة شاي ونخلط المكونين مع بعض. قلت الترمس المر يمكن استبداله بدقيق الحمص، وكذلك ماء الورد، ملعقة شاي من ماء الورد، ونخلط المكونات مع بعض حتى نتحصل على ماسك نستطيع وضعه على البشرة. نخلط جيدا، نتركه يرتاح لمدة 5 دقائق قبل تطبيقه على الجبين. نتحصل على هذه الوصفة. على بشرة نظيفة قبل وضع أي وصفة، تنظفي بشرتك بالماء، وبعدها يطبق هذا الماسك على الجبهة ويترك لمدة نصف ساعة. بعد مرور النصف ساعة يشطف هذا الماسك بماء فاتر ثم ماء بارد، ونقوم بترطيب المكان. يفضل لو يتوفر عندك زيت شجرة الشاي، رائع جدا لمحاربة الحبوب. إذا لم يتوفر لديك، تقومي بغسل هذا الماسك بصابونة الكبريت، كذلك رائعة لمحاربة الحبوب. هذه الوصفة تستخدم 3 مرات في الأسبوع، صالحة حتى للشباب، يمكنهم استخدام هذه الوصفة لمن يعانون من الحبوب. كذلك يمكن الاحتفاظ ببقية الخلطة في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة، وتستخدم قلت 3 مرات في الأسبوع. بعض النصائح يجب عليكم لتجنب هذه المشكلة: شرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء، تجنبوا الأغذية الدهنية، المقليات، الشوكولاتة، الأكل الحار، كذلك الشيبس، أكل الفواكه الطازجة مثل التفاح، الموز، برتقال، أناناس. ينبغي اتباع نظام غذائي جيد غني بالخضروات والفواكه، وكذلك ينبغي تجنب التدخين خصوصا للشباب، فضلا عن ضرره الصحي مؤثر كذلك للحبوب. والتأكد من تناول المشروبات، الحد الأدنى من المشروبات المحتوية على الكافيين مثل المشروبات الغازية، قلت تجنبها نهائيا. ونأخذ في عين الاعتبار أنه يجب أن لا تلمسوا هذه البثور أو العبث بها أو الضغط عليها، لأن الماسك لن ينجح إذا كنت من النوع اللي يعبث أو إذا كنت من النوع الذي يعبث بالحبوب. في معظم الحالات الدواء من دون وصفة طبية والعلاجات المنزلية يساعد عادة في علاج هذه بعض المشاكل، ولكن إذا استمرت المشكلة يجب عليكم استشارة طبيب أمراض جلدية. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.